السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم أنا دابا يلا شديت الطابلت، بغيت نسجل الشرح ديال الدرس ديال حركة دقيقة مشحونة في مجال كهروساكن منتظم، وجاتني في بالي نوريكم واحد القضية، لأن كنظن ما عمري قلتها لكم نتوما ولشي حد من التلامذة يعني المشتركين. معلومة هي مهم تعرفوها واقيلا في هذه الفترة هذه. مثلا أنا جيت غنسجل هنا، هادو قدامكم فيديوهات ديجا مسجلين، بحال مثلا غادي نجبد معكم هذا الفيديو تشوفوا، غير باش نوريكم واحد الامر اللي انتم ما كتعرفوش. بسم الله الرحمن الرحيم، دونك السلام عليكم ورحمة واخا الله. كتلاحظوا هذا الفيديو فيه الشرح ديال الدرس، صافي هو العنوان واضح. هذا الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا تطبيق ديال هاد قوانين نيوتن على واحد الدقيقة مشحونة اللي غتكون كتقوم صافي، دونك بحركة هانتوما شفتوا، في مجال انا غنوريكم شحال فيه الكهروساكن. ديال التوقيت. دونك هذه يلاه التوقيت بادي، قبل ما ندخل معكم في واخا التفاصيل غادي نبه بأن فيه 46 دقيقة هي خاصة فقط بمسلك العلوم بالنسبة لكم الدقيقة، انتوما غتقولوا دونك هذا فيديو باش واجد، يعني تتم راه صافي خصني ننشره لكم، فهم؟ واخا باش في الحقيقة تأكدوا، غادي نزرب تغيير. الفيديو شوية. هنا مثلا كتنتج واحد القوة، حنا غنشوفو التعبير ديالها. متجهات المجال تغيير الكاروسات نوع العنوان واضح، تعرف من الآن لأنه يقدر يكون موجب قلق مميزات وتزعيج المتجه او خصوصا الاتجاه على الى الناس اخره. المشحونة. صحيح، هاد الدقيقة المشحونة صافي انا كنزرب في الدقيقة الوقت، هانتوما المشحونة كتشوفوا اللي حنا غنعتبرو في هذا المثال هذا غنعتبرو يساوي الكتلة ام في صافي متجه الامور تنظم متصاعد واضحه مزيان، عرضي بان هذا الفيديو راه فيه الشرح وحجم ديال ام، الدرس، ولكن الفكره اللي بغيت نوصل لكم نقلة هو ان هذا مثلا هذا الفيديو انا سجلته هذه الليله اللي دازت، يعني فاش كنت كنسجله حتى اذن عليا الفجر، يعني واحد اللحظه الى وصلت لكم دابا هنا غتلقاو بان الاذان كيتسمع وانا خدام، ديك الساعه وصل الفجر. ولكن انا فاش كنت كنسجل هذا الفيديو في ذاك الليل حسيت براسي متعب بزاف، وقلت مع ذلك نصبر ونخدم، ما كاينش مشكل لان معطل. ولكن ملي دابا فقت الصباح انا حاسس براسي بان داك الفيديو راه ما شرحتش فيه بالطريقه اللي هي ممكن نشرح بها، لان كنت متعب. دونك دابا ما نقدرش ننشر صراحه، لان مثلا ما نقدرش ننشر واحد العمل اللي انا ما راضيش عليه اصلا، فهمتوا؟ ماشي مساله واش متاخر ولا ما متاخرش، ولا تقول لي ماشي مشكل غير زرب، انا هكذا داير في الخدمه ديالي، ما غاديش نقدر ننشر واحد الفيديو انا ما راضيش عليك الخدمه اللي فيه، خصني انا ننشر شي حاجه اللي تعجبني انا شخصيا، ونكون عارف راسي شارح شي حاجه مزيان. واخا هادشي اللي بشرحنا غينفع، ولكن ماشي بحال الا شرحت وانا مرتاح وانا باغي، يعني عاجبني داكشي اللي كندير ونكون راضي عليه. وبالتالي غادي نضطر دابا نعاود فيديو نسجله من جديد، تكون فيه ساعة تقريبا، وعاد نشر لكم ان شاء الله. وهذا ماشي غير الفيديو بوحدو، انتم غتلاحظوا. دونك هذا الفيديو وريته لكم، انا غادي نخرج نرجع واخا انا غادي نرجع، شوفوا الفيديوهات اللي في الجنب، هذا الفيديو اللي وريتكم، هذا واحد اخر، شوفوا معايا شحال فيه ديال الوقت. السلام. هذا فيه غير 4 دقائق كنت بديت وقيلا وعاودت، ممكن فيديو واحد اخر اطول منه، خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. يعني هنا كتلاحظوا بان بعض المرات كنبغي نبدا التسجيل، يعني كتكون مضطر انك شحال من مره كتبقى تعاود داك المقطع في الاول، كتعاود تسجلو باش يعني كنقول شي حاجه اللي كتبان لي يعني مناسبه وكنخدم بها، فهمتي؟ المهم هادو كاملين نفس الشكل، راه كلهم في نفس الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. المهم الى اخره، المهم كاين واحد الفيديو اللي فيه ربما 20 دقيقه، ما عرفتش شحال، حتى هو كنت بديت وعاودته. المهم هذا مجرد فكره بغيت نوضحها لكم، باش تكونوا على علم، يعني من بين اسباب التاخر بعض المرات راه ما كنكونش مرتاح، راه واخا نشرح داك الدرس وداك الشيء ما كيعجبنيش داك الشرح، وبالتالي كنكون مضطر نعاود داك الفيديو باش نعطيكم افضل داك من يعني افضل شيء نقدر نوفره لكم، فهمتوا؟ المهم هادشي اللي كاين، هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.